صباح الخير، كصبحتوا لاباس عليكم مزيانين. نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير، تكون احوالكم طيبه، تكونوا هذا الصباح هذا مرتاحين. وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو، كيف ما كتشوفوا معايا دابا انا راني في لاكار ديال المدينه، كنتسنى التران اللي غادي تجي ان شاء الله من كازا باش غادي نديروا الديبار لتازا. حتي كنهضر ديال البافيت ونضر كتطلع ليا فيها، كيطلع ليا فيها داك الضباب كيظلموا ليا. غنتسناو التران اللي غادي يجي باش غادي نمشيو ان شاء الله لتازا. دابا 8 الا ربع ديال الصباح وصافي هادشي اللي كاين. صراحه ملي تيكونوا هكا الوليدات جايين مازمين ساكتين ما تسمعوش حلقه وشو كيساقلين ما تيبغيوش ملي كنكونوا بحال هكذا مسافرين، ما كيبغيوش. وصافي هادشي اللي كاين. المهم الحمد لله هو ان التران اللي غادي نركبوا ليها ما كاينش الكوريسبوندونس، حيت نورمالمون كندير كوريسبوندونس فاس كنتعذب مع الثقل. دابا صراحه ما عنديش شي ثقل، عندي غير لافاليز ديالي مع واحد الصاك ديال المرجان دايره، حيت ما كفاتنيش لافاليز ديجا جبتها عامره ومع داكشي اللي خديت يلاه يلاه. صافي هادشي اللي كاين ومرحبا بكم والف مرحبا معايا. وبالنسبه للناس اللي اول مره كتشوف هاد لا فيديو باغازر، ما تنساوش تخليو ليا اشتراك وتدعموني بلي لايك ديالكم وتخليو لي كومونتير وتخليو ليا لي كومونتير والراي ديالكم اكيد. صافي هادشي اللي كاين. المهم كنت غنبدا معكم الفلوغ من الصباح من الدار، غير هو ما ماشي نتمعطله، ولكن ما بغيتش ندير روطار، قلت نجيب في يدي الوقت نبقى هنا كنتسنى حسن ما نبقى في الدار. المهم هادشي اللي كاين وكنتمنى طريق السلامه للجميع. يلا البنات هانتوما معايا، غادي نوصلوا لفاس ان شاء الله. وكيبقى معطل فاس واحد الساعه على ربع كيبقى واقف فاس عاد باش كيبدل الراس باش كيبقى، حيت من هنايا الفاس كيمشي بالضو، من فاس الفوق كيمشي بالمازوط. المهم هانتوما معايا، ما عرفنا شنو نلبسوا. خرجت الجاكيت في الصباح وخرجت هكايا تريكو سخون والدراري مساكنين ملبساهم حتى هما هكا لي جاكيت ديالهم، ولكن الحال صراحه الجو زوين. ماشي انا في الطريق مع جره لا فاليز في الطريق حيدتها ودرت وحطيتها عندي في الصاك، ما قديتش الصهد الحال مزموت. يلا غزاله ديالي ما نطولش عليكم، هانتوما معايا. لا شتتو عليا كامل. شنو؟ البنات انا وصلت للطويره ديالي، والله القسم الى الواحد راه واخا ما عاد فين تمشي كتوحش دارك. اوف المهم ما لقيتهاش مرونه بزاف، يعني راجلي الله يخليه ليا داير اللي عليه ما مروناش، مقادها مازال تقريبا كيف ما خليتها نقيقيه، جمع ليا شومبرا كوشي، جمع البيت فين تنجلسوا، جمع كلشي وموجد لينا وخلى حتى الغدا. عرفتي ريحته واحد الطاجين عاطيه، يا سلام ما نقولكمش سلادة. انا نوريكم، انا نوري داير سلادة مازال ما خلطهاش، يلاه مقطعة هيا طويجين. ها هو ريحة حمرا، الله يعطيك الصحة غزال طويجين، تبارك الله عليه الله يخليه ليا يا ربي غزال طويجين. عرفتو البنات واحد الريحة عاطية كتشهي، وسبحان الله الشغل ديال الرجال متول ماشي بحالنا. شوف غير تقطع ديال البصلة كيفاش داكشي مقادد طاجين مشكل. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم غادي هنايا عنده المريقه ديال الملوخيه. المهم انا غادي نتغداو ونحيد حويجاتي ونطرف وعاد هذيك الساعه نهضر معاكم. يلا الغزاله ديالي تهلاو لي فراسكم. السلام عليكم غزاله ديالي، كي دايره لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين، نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير. كيف ما كتشوفوا البارح ما صورتش معكم، ما كملتش يلاه كيف ما وصلنا للدار تغديت ومع كنت سهرت داك الليله اللي كنت غادي نسافر فيها، سهرت ما نعستش بكري ونط بكري وضربتها بواحد النعسه. صافي حتى كان جا الليل ما لقيت راسي، صافي سي تخوط باش نصور معكم وتا الاضاءه ما غاديش تكون. المهم البنات دابا لقيتوني غادي نخرج، غادي نمشي نتلاقى مع الغزالات ديالي المتتبعات ديالي اللي خطاكم عليا، غادي نمشي ليفري ليهم هنايا. عندي ليشال خداوهم من عندي، غنتلاقاهم منها نتلاقاهم هكايا عن قرب، ومنها نتعرفوا على بعضياتنا عن قرب، ومنها ندي ليهم الامانه ديالهم. صافي هادشي اللي كاين. المهم عاوتاني غتبدا المعاناه وغنتسنى الطاكسي واحد المده اللي هي محترمه عاد يلاه نلقاو طاكسي، حيت ثلاثه بينا شويه كاين مشكل. وصافي هادشي اللي كاين، ومنها
نحاول انني ندير لكم واحد التور في تازا صراحه. توحشتوا معايا لي فلوغ في تازا وتا انا شحال هذه ما درتهم. وصافي خارجين نديروا كلشي داك في كلشي. يلا الغزاله ديالي انتما معايا. عليكم بنات كي دايره لاباس عليكم مزيانين. المهم البنات بغيت نبارطاجي معكم واحد المحل ديال فيه المكياج صراحه زوين ولقيتو غير بالصدفه كندور هكايا كندور في القصريه ديال النرجس ونلقاه غير بالصدفه. وكنت بارطاجيت معكم واحد لو ماسك وواحد السيروم ديال الكيراتين وكنت خديته من واحد الباج انستغرام وخديته زيد في الثمن 99 درهم. وملي جيت لعندها سولتها لقيت كاين كيف قلت لكم البنات لقيتو غير بالصدفه في القصريه ديال نرجس. وهذاك لو شامبو ما لقيتوش ما كنتش زعما لقيتو في باج انستغرام ولقيتو عندها. المهم انا غادي نقلب لكم وغادي تشوفوا هاد لو شامبو علاش كنهضر ولي بري عندها ريزونابل. وهذاك السيروم كنت خديته انا ب 99 درهم وراكم كنتو سولتوني عليه وكنت قلت لكم راني واخداه من باج انستغرام وهو غير قدامي. المهم انا غادي نوريكم هاد لو شامبو علاش كنهضر. وحتى الفوندوتان اللي كنت قلبت عليها في تمي رقم 120 وما لقيتهاش حتى هي عندها. المهم كلشي عندها وانايا كنمشي ناخذ من لي باج انستغرام كناخذهم بالثمن. البنات وبان لي حتى هذاك الموس. المهم انا غادي نقلب لكم الكاميرا وغادي نعطيكم افكار. ها هو البنات ها هو علاش كنهضر لكم هاد كيغاتين كولاجين هاد السيروم هذا البنات علاش كنهضر لكم. هو اللي كنت ديجا انايا استعملته وفيه واحد البارفان زوين ولقيت عندها هي الماسك ديالو ولقيت حتى هاد لو شامبو. ها هو البنات لو شامبو في 850 مليلتر والثمن ديالو تري ريزونابل كيدير غير 100 درهم. وهذا اللي كنت انا خديته ب 99 درهم هي عندها 45 درهم. وراكم عارفين لي باج انستغرام شويه كيزيدوا في الثمن. المهم انا غادي نعطيكم لادريس ديالها بالضبط واجيو عندها راه غادي تلقاو عندها هذا. ديجا كنت وصيتوني عليه غير ما كانت تلفات لي داك الباج داكشي علاش. هذا البنات غزال هذا السيروم ديال الشعر وهذا لو ماسك ديالو وهذا لو شامبو. المهم انا المجربه انايا السيروم ولو شامبو راهم غزالين لا بالنسبه للناس اللي ديجا دايرين الكيراتين وباغيين يحافظوا عليه ولا بالنسبه للبنات اللي عندهم الشعر خشينه. بالنسبه للفوندوتان ها هي الفوندوتان فيت مي ديال ميبيلين حتى هي راه عندها 120. صافي البنات المهم راه عندها زعما عندها بوكو دي برودوي غير. المهم غادي تجيو ان شاء الله وشوفوهم. البنات بالنسبه لادريس انا قلت لكم لقيتها غير بارازار غير دخلت بحال هكا وهي كيبان ليا ولقيت عندها حتى الماسك الاسود. المهم عندها لي بري عندها ريزونابل هما اللي زوينين وتقريبا نفس لا كاليتي اللي كنت هضرت لكم عليها. فين كاين المحل فين كاين في قصريه النرجس اون فاس التيتانيك. غادي تدخلوا من القصريه ديال النرجس تزيدوا نيشان ودور عليه يديكم ليسر غادي تلقاو المحل. صافي هادشي اللي كاين ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا ونتمنى انكم تجيو عندها. واحد البنيته غزيوله يلاه باديه حتى هي. نعاونوا بعضياتنا ونشجعوا بعضياتنا وخذوا هذاك السيروم اللي قلت لكم ديال الشعر ديال الكيراتين هو وهذا السيروم ولو شامبو غتشكروني عليه. يلا الغزاله ديالي. فالبنات حنايا باقيين دابا في الشارع. شوف عامر الدنيا والجو زوين غزال. غادي نمشيو عند هذاك اللي حدامو الشباكيه راه هو. غادي نمشيو ناخذو من عندو واحد سلطه فخوي زوينه كيديرها ديال لافوكا وفيها لي فخوي مقطعين وكيدردر عليها من الفوق الكاوكاو. انا غادي نديكم تشوفوها كيفاش دايره. ماشي مشكل ديالي كيف ما كتشوفوا انا رجعت دابا للدار. درت بكم واحد الدويره مهم بارطاجيت معكم النهار ديالي كيفاش داز خفيف ظريف هكذا. داكشي اللي درتو هاد النهار حاولت انني نبارطاجيه معكم. بغيت نقول لكم بلي راه ما بقيتش كنقبط هاد لي شال ديالي مابقيتش كنقبطهم بالفنته وليت كنقبطهم بهاد البيك هذا صراحه زوين. ها نتوما كيفاش كيجي تيجي هكذا صافي وكتقبطي غير هكذا وكتكونسي هنايا. هادو البنات زوينين وعمليين صراحه وما كيتلفوش وما كيضيعوش حتى الشال. صافي هادشي اللي كاين. بغيت نقول لكم بلي ملي مشيت لذاك المحل البنات راه كاين حدا ساحه كوليزي صراحه راه ما تحقروش تقولوا راه صغير ما غيكونش فيه. هو فعلا صغير وفيه دي برودوي مازالين قلالين ولكن داكشي اللي غتقلبوا عليه غادي تلقاوه بحال هذاك السيروم اللي كنستعملو انا
ها هو البنات هاد السيروم اللي ديجا كنتو سولتوني عليه ديال الكيراتين، في واحد الريحه كتحمق، وكنت خديته من باج انستغرام، كنت خديته زايد شويه في الثمن، ولقيته عندها ب 40 درهم صراحه غزال، وحليت وشفته نفسه غير هذا زايد في الثمن وصافي. مهم عندها هي هذا، وعندها لو شامبوان ديالو، وعندها حتى لو ماسك، وانا كانت خاصاني هاد فوريو هادي خديتها ديالتي، انا كانت خسرات، كنت كندير غير الاخرى هكا لي مانيوال، هادي اللي اوتوماتيك كانت ما بقاتش عندي، هذاك الشيء علاش لقيتها وخديتها. وانتم كيف ما كتشوفوا يلاه مازال يلاه كندير هاد الشارجة وصافي. هادشي اللي كاين كيف قلت لكم، دوزت معكم نهاري خفيف ظريف كيفاش دوزت وصافي، ومشيت تلاقيت مع البنات اللي عندهم الكلمه، راهم جاوا لعندي وهكا تلاقينا عن قرب وهضرنا، وعطيتهم الامانه ديالهم وعطاوني الامانه ديالي، والحمد لله كنلقى واحد الحب من عند الناس كبير، الحاجه اللي كتزيد تفرحني واللي كتزيد تشجعني. صافي هذا مكان، وبغيت ندير واحد ديديكاس لمريم. المريم متتبعة وفية، مازال صغيرة في لاج ولكن كيعجبوها لي فيديو ديالي وكتبعهم كاملين. مريم وليلى في الكوشة الفوق، وريان شكرا لكم بزاف، صراحة ديت لها لي شال والفلوس عطاتهم لي في هاد اللعبة هادي، عجبتني بزاف، عجبني لو جيست، وعجبتني يعني الأناقة، كتعجبني الحاجة اللي كتكون بسيطة وكتكون هكا انيقه، عجبتني الطريقه باش عطاتني الفلوس، عجبتني دارتهم لي في هاد اللعبه هادي وعطاتهم لي. شوفوا البنات كيفاش جايه زوينه، شكرا ليك مريم وديديكاس ليك وغرو بيزو ليك، وشكرا ليلى وبالصحه والراحه لي شال اللي خديتي بصحتك وراحتك، وشكرا ليك بزاف على هاد لو جيست، هذا صراحه عجبني وعجبني هاد لو جيست وفرحت به بزاف. لهلاي خطيك الغزاله، ومحبتكم هي افضل، وكنشكركم كاملين، وكنشكر حتى اكرام الغزاله تلاقيتها في الفوق في القدس الاول، شكرا للمحبه ديالكم، وما كاينش اللي ما كنتلاقاش معاهم ما تيقوليش مرحبا بك في داري واجي عندنا، ومازال نتلاقاو ان شاء الله، وكيف قلت لكم ان شاء الله دايره معكم وعد نوصل لواحد نوصل ان شاء الله ل100K، وغادي نجمعوا كاملين في واحد الكافي ونفرحوا، ومهم نديروا جلسه نسائيه 100%. صافي هادشي اللي كاين الغزالات ديالي، تهلاو ليا فراسكم، كنبغيكم بزاف مع فيديو جديد ان شاء الله، تبارك الله عليكم.